الله تعالى أحيا الوجود كله بدم الحسين بكربلاء. اقرأوا زيارة ليلة النصف من شعبان بمفاتيح الجنان، ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حياة قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت، لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت، إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.